والآن هو ينضم إلنا عبر الاتصال الهاتفي حتى يتحدث لنا عن تفاصيل المحاولة اللي صارت يوم أمس. أهلا وسهلا بك أستاذ ماجد. أهلا وسهلا بك حبيبي الغالي. الحمد لله على سلامتك أستاذ ماجد. الله يسلمك ربي يبعدك إن شاء الله والجميع عن شر هذه المحاولات الظالمة لاقتناص وقتل المواطنين. ربي يحفظك. يعني ممكن تتحدثني عن تفاصيل اللي صارت وياك البارحه؟ شلون ساعة بيش؟ يعني حوالي الساعة 10 البارحه بالليل. نعم. يعني جاني تليفون هاتف يعني من احد المواطنين، يعني يعرفني ابو قريب على البيت. اتصل بي هاتفيا قال لي نزلت مجموعه مسلحه وكان وضعهم مربك يعني بنفس الساعة، وكتبوا على الحائط يعني مال البيت بالكتابة الحمراء يعني اللون الأحمر. فتوجهت أنا رحت للبيت، كنت قريب يعني على البيت حوالي الساعة 10 وربع تقريبا الساعة، فشفت مكتوبة كتابة يعني بالأحمر ومخليني بكيس عرفت يعني تقريبا عبا او فتشي يعني طالعه وايرات من عندنا. نعم. فما اعرف انا ما طيب هذا. طيب ماجد انت تشك بشخص معين؟ يعني هل هو شخص مجهول؟ لو انت يعني توجه اتهام لشخص ما عندي هذا الحمد لله. ما عندك ولا اي احد؟ ولا انا رجال فنان مسالم يعني. ما عندي يعني الحمد لله وشكرا. طيب التحقيق الان جاري وانت متواصل مع الشرطه لتسجيل افاداتك لو شلون الموضوع وصل؟ نعم. هو اتصلت ب 104 بالنجده. نعم. النجده اتصلت بصقر بغداد واجوا الاتحاديه والاستخبارات والشرطه والجيش يعني صقر بغداد يعني بجهودهم مشهورين. طيب. يعني هم والاخوان طيب شيء اخر يعني. طيب شيء اخر استاذ ماجد، يعني شو تقول لبعض المواقع الالكترونيه والحسابات اليوم؟ انا قريت هواي يعني ناشرين لا سمح الله وفاه الفنان ماجد الحميد او اغتيال الفنان ماجد الحميد، ناشرين هالشكل، شو توجه لهم من كلمه وشو تقول لجمهورك؟ لا الحمد لله والشكر يعني ماجد الحميد موجود والله نجاني الحمد لله والشكر كله بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني وهاي اكيد يعني ناس مغرضه تريد تخرب، تريد تسوي بلبله بالبلد، يعني يكون الفنان مستهدف. نعم. الدكتور مستهدف، الرياضي مستهدف، الناس المعروفه مستهدفين، هاي كلها خلخله البلد يعني. طيب استاذ ماجد انا اشكرك جدا والحمد لله على سلامتك مره اخرى. الله يسلمك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا.